شعوري اليوم هو شعور بالفخر وايضا بالتعب. فبعد مده طويله ديال التحضيرات والستريس اللي كيتابعها اليوم حنا كنحتفلوا بالسينما العربيه في افتتاح الدوره الرابعه من مهرجان الفيلم العربي للدار البيضاء. فسعداء بتلبيه ضيوفنا الكرام الدعوه، حضورهم للمغرب، حضورهم للمهرجان، وتشريفهم لنا في الدوره الرابعه وبمدينه الدار البيضاء. فالبيضاء تحتفل اليوم بالسينما العربيه. تكريمات هذه السنه هي اسماء قويه كل واحد في مجاله، خالد صاوي المبدع والهرم في الأداء والتمثيل والتشخيص سيكرم الليلة، بالإضافة إلى المتألقة هالة صدقي التي برزت من سنوات في تجارب مختلفة في الدراما العربية، ومعنا واحدة من قامات التشخيص أيضا والتمثيل المغربي اللي هي راوية، وسنكرم كذلك المخرج الكبير التونسي رضا الباهي والمخرج المغربي هشام العسري، لن يتمكن اليوم من الحضور لأنه في تصوير يصور آخر أفلامه، لكنه سيلتحق بنا في اختتام المهرجان وسنكرمه في حفل الاختتام. ده اليوم طبعا جد سعداء كمجلس مدينه الدار البيضاء بالتواجد ديالنا كشريك رسمي لمهرجان الفيلم العربي بمدينه الدار البيضاء في نسخته الرابعه. طبعا جد سعداء اننا غادي نعطيو للدار البيضاء واحد النكهه ديال اسبوع، يعني ديال الفن. اليوم هي مناسبه لعروض بعض الافلام العربيه الرائده طبعا، وغادي تكون مناسبة أيضا باش جل المقاطعات ديال مدينة الدار البيضاء تستفيد من هاد العروض، ويعني وأصرينا في هاد النسخة الرابعة على أن المهرجان ما يبقاش غير في مقاطعة المعارف بل يصل إلى العديد من المقاطعات داخل مدينة الدار البيضاء. وطبعا الهدف هو الارتقاء بالمجال الفني داخل مدينة الدار البيضاء. يعني طبعا هو أنا أول مرة أتكرم في المغرب، دي كانت غريبة شوية، لكن طبعا جمهور المغرب له معزة وحب في قلبي كبير، وأعز أصحابي من المغرب، فمبسوطة طبعا إن أنا هنا في وسطكم وبينكم، دي حاجة تسعدني. يعني أنا حبيت بس إنه ألبس الزي المغربي، أنا في أي بلد بروحها بتكرم فيها بحس إنه تكريمي او مجاملتي ان انا البس الزي عشان احس ان انا منكم وانتم مني. هذا شيء يشرفني برشا كثير، ويشرف يعني السينما العربيه انها تعترف بمجهودات مخرج من السبعينات وهو يعمل في الافلام. المغرب عزيز علينا وعلى قلوبنا الكل، لانه المغرب هي اعطتني فرصتي الكبيره في اول فيلم عملته اللي هو شمس الضباء، مع العربي الدغمي والحبشي ومجموعة من المغاربة في السبعينات، وهذا خير وبركة. طبعا مش هذه أول مرة نكون في لجنة التحكيم، يعني لجنة تحكيم عديدة، هذه ثالث مرة أعمل رئيس. يعني نحاول بقدر الإمكان أنه نخلي الإنسان الصدق هو الأساس، ما جيش بأفكار مسبقة. السينما تحلم وفيها حلم، زي الأطفال لازم نحلموا مثل الأطفال، والفيلم اللي يفوز في ايموسيون، في عواطف، في صدق هو اللي حيفوز. انا اولا مبسوطه ان انا موجوده النهارده معاكم في مهرجان كازابلانكا في الدوره الرابعه. انا يعني لبيت الدعوه في لحظه ما جالي الرساله، يعني جات لي الرساله ان انا مرشحه اكون لجنه التحكيم، وكانوا مستنيين يشوفوا لو هقدر او مش هقدر. انا قبل ما افكر اصلا هقدر ولا مش هقدر وافقت، يعني لقيت نفسي اوتوماتيك ببعت مسج بقول اه اوكي انا معاكم. ما كنتش لسه عارفه هيبقى عندي شغل، هسيب ولادي مع مين، بس ما يعني ما فكرتش ثانيه، لانه بصراحه المرتين قبل كده اللي جيت فيهم المغرب لقيت حب الناس، وحب الناس للسينما، وحب الناس للمصريين، وعلى قد ما هو ما فيش تكلف بس في حب حقيقي للفن وللبشر بشكل عام. فرحانه اكثر انني نتلقاكم اليوم، نتلقى الجمهور المغربي خصوصا جمهور مدينه الدار البيضاء، وتواجدي اليوم في افتتاح الدوره الرابعه لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، اولا كفنانه وثانيا كعضو لجنه التحكيم، كنتمنى ان هذه التظاهره الفنيه والثقافيه اللي عندها صيت كبير ان شاء الله انها تزيد تطور وتبقى دائما، خصوصا في مدينه الدار البيضاء المدينه الكبيره العاصمه الاقتصاديه اللي ما فيهاش بزاف ديال المهرجانات، ما فيهاش بزاف التظاهرات الفنيه والقيمه. شكرا للسيده عمدة مدينه الدار البيضاء.